ايضا صيادين استعملوا البند الاخير هو اخر تقنيات اللي هو النظم. ندخلوا المدن التراثيه بالكامل على الدفاع والحفاظ على موروثنا. شكرا العالم الليبيين كلهم يعتزوا بهذا ويفتخروا انهم هم الليبيين قدام العالم برفضه كقيمة عالمية ولا يفوتنا في هذه الفرصة الطيبة. وتقارير المشهورة طبعا قاعدة باللغة الإنجليزية مش مترجمة إلا في القليل. ضروري من العمل على نسق اليونسكو وعلى نسق التعليمات ذات الصلة. السادة الكرام، في ختام كلمة تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة وبلدية بن وليد، شرف وتقديم مكتب السياحة بن وليد عنوان هذه الورشة موقع قرزة على أعتاب العالمية. طبعا زي ما نعرف أن قرزة رشحت في القائمة التمهيدية للتراث العالمي. إن شاء الله هذه الورشة وعمل غير هذه الورشة حيدعم ملف ترشيح مدينة قرزة كموقع أثري في التراث العالمي. طبعا زي ما نعرف عمل السياحة ترويج والدعاية وفتح مسارات سياحية داخل المدينة. إن شاء الله حيكون في مسار سياحي في مدينة قرزة وخط حسين الروماني ينطلق من بونجيم إلى غاية غدامس. هذا الخط إن شاء الله حتشتغل عليه حسب ما علمتنا الهيئة العامة للسياحة. بإذن الله هذا حيكون في الفترة القريبة إن شاء الله، وحنستمر في السياحة الداخلية في الوقت الحاضر ومن ثم للسياحة بصفة عامة. وشكر لكم. يعني يتضمن الموقع واحد أو أكثر من معيار، وإحنا عندنا الحمد لله معيارين في قرزة لحد الآن.